كيكون حاضر معايا ومنورني البروفيسور محمد حسين اخصائي في التغذيه. اليوم غنتكلموا على الزنجبيل او السكنجبير، غنتكلموا عليه وغنشوفوا الفوائد ديالو الجامه لانه عنده فوائد تبارك الله على الجسم، على الصحه الجنسيه، على صحه الشعر، على صحه البشره، يعني حاجه اللي سبحان الله مذكوره في القران كامله مكموله. غنعرفوا الفوائد ديالها الكثيره. مرحبا بالاسئله ديالكم في هذا النطاق هذا. من بعد غنمشيو جميع هذه المره باش نتعرفوا دائما على الناس اللي كيفوزوا معنا في المسابقات ديال اكسات بالمنتوجات ديالها. ونذكركم أن غدا إن شاء الله يوم الخميس غنتعرفوا على الفائزة رقم 4 درت 5 رقم 4 رقم 4 اللي غتفوز معنا بطقم ديال الذهب. وإن شاء الله غيكون الاحتفاء كيف كل مرة، كيف احتفينا بالسابقين نحتفيوا بها وباللي فازت معنا المرة اللي فاتت مدينة مراكش. فكتفوا الحظوظ ديالكم لأن غدا غتكون قرعة، فشاركوا وشاركوا وشاركوا دائما على الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 75 32 03 03. وما غنساش انني غناخذ كل شيوات ديالكم واسراركم المطبخيه وكيفاش كتبغيو تنجحوا بعض الاطباق وتزينوها وتجملوها على اطباق اخرى، بالاضافه للماسكه الطبيعيه اللي كتعطينا النضاره والجمال. وكما غنساش انا دائما ملي كيكون معنا بروفيسور محمد حسين هو اللي كيعطينا الجمال كيعطينا الجمال كيعطينا الشيوات كيعطينا كل شيء. اذا نمشيو على بركه الله الاولى فقراتنا. نور صباح الخير. لاباس عليك؟ اهلا وسهلا. قبل ما نبدا معاك انا اللي غنهضروا على السكنجبير طحتي في بالي عاد دابا ياك تيقولوا من الانسان كيكون ضاربو البرد او لا يعني الدوره ديال لا غريب كتعرف هذه الوقيته ديالها واللي كتجي في الوقت ديالو ما كيتلام مع ان سناء حلالي الشرجم شكرا. فهاد بزاف الناس اش تيقولوا؟ كيقول لك احقا بخرب الشيح الدار باش ما يتكاثروش الفيروسات او ما تتعاداش. قبل هذه المعلومه صح ولا لا؟ نمشي نبخر دارنا في الشيح ولا لا؟ بخرب الشيح وبخرب بالزعتر فهي مهمه دونك معلومه صحيحه. مازال غنتكلموا على هذا الشيء. انا بدايه اسمح لي انا وياك هاد الصبح غيكون يعني جاي تبارك الله راه المغاربه كاملين ضربوا من البرد في هذه الوقيته هذه، يعني المناعه عندنا شويه كتنزل في هذه الوقت ما عندنا ما نديروا. اذا اليوم غنتكلموا على سكنجبير. الزنجبيل واحد من النباتات الا جينا نقولوا انه النباتات الاسيويه اللي كتميز باللون ديالها وبالرائحه ديالها النفاذه والقويه. كنعرفوا اننا كناخذوه باشكال مختلفه، كنديروا حنايا في الماكله، كنديروا كعلاجات، كنديروا بزاف. ولكن اليوم معك بروفيسور غنبغيو نعرفوا الفوائد ديالو كثيره وحده وحده. انت كتبغي تعرف بوحده وبوحده دونك لك الميكرو. مرحبا. ومنين تبدا؟ يلا. اذا الاخت جميله اهلا وسهلا. واليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على هذه النبته اللي مذكوره كذلك حتى في القران وفي الاحاديث. نعم. ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، وكان لابد اننا نوقفوا عندها ونديروا لها واحد المحطه خاصه بها. وغير يسمع الانسان بعد اولا بسكنجبير كما قلنا في الى عقلتي في الخرقوم وكما قلنا كذلك في البسباس. اليوم عاوتاني في السكنجبير غنقولوا واحد الفائده كبيره. نعم. اللي غيبقى عقل عليها الانسان بالنسبه لكل ماده تكلمنا عليها. فاليوم غادي نتكلموا على سكنجبير. وسكنجبير اول حاجه يفكروا فيها المغاربه وهي انها مضاده للالتهابات، اونتي انفلاماتوار، مضاده للالتهابات. بحال قلتي هذا هو لو سلوغان ديال سميتو ديال سكنجبير، مضاد للالتهابات. فهو بعد ما نمشي نخرجوا عند الخضاره ولا تخرج عند دوك الناس اللي ولاو كيبيعوا العطريه ولا تخرج مثلا لي سوبر مارشي غالبا ما كتلقى بلاصه سكنجبير ذاك الخضر. دابا ولا كيلقى بلاصتو شحال هذه ما كناش كنعرفوه، دابا ولا كلشي كيعرف بان سكنجبير كاين وشاد بلاصتو في سميتو. رغم ان كانت واحد المجموعه ديال الناس كيحضروا من سميتو من لي بلونت ميديسينال، الا انه هذا سميتو سكنجبير ديالنا طاح من الغربال ولا كلشي كيامن بان الفوائد ديالو عجيبه وعجيبه جدا. ربما كيكون تحذير من النباتات الطبيه او النباتات جميع يعني اللي ما معروفش ربما لا دوز او الطريقه والكميه اللي كياخذ الانسان. وانا متفق لان الحاجه اللي ما كتكونش مدروسه وجي تقول لي هكا. نعم. انا كنقول بانه كنعرف ان كاين بزاف النباتات سامه يعني او النباتات اللي كتحول السم الى تزاد ممتاز. يعني في النسبه او الطريقه كيفاش تخادت. وهذا هو علاش خدينا هذا التحدي كبرنامج في الحلقه ديال شاده اف ام وخاصه مع في الفقره ديال شاده الاسره. غناخذوا هذه القاعده هذه باش نوريو للناس جميع المواد اللي دارت عليها ابحاث والان ممكن انها ولو حتى في سميتو غير اليوم. والله العظيم جا اليوم قدم لي واحد السيد عطى كيتعطاو في لي سيغو
سميتو البسباس مصور مقاد مصايب. قلت له حنا يلا دوزنا عليه اربعه ديال الحلقات بمعنى انه دابا ولاو هاد لي برودوي اللي كنتكلموا على الخرقوم دابا كيتباع في لي فارماسي بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. بمعنى ان حتى سميتو حتى الا خرج غيلقاه في المارشي على اساس انه ماده غذائيه وكذلك ماده ممكن انها تكون علاجيه. سكنجبير سكنجبير لا الاسم ديالو باللغه الفرنسيه جينجومبر وكما قلتي سميتو كذلك الزنجبيل وسميتو بسمية ديالنا الدارجه سكنجبير. هو كي السميه العلميه ديالو زنجبير اوفيسينال ومن العائله ديال لي زنجيبيراسي. هادو باش كتعرف بانه رحنا غاديين بالمعلومه العلميه من بدايتها الى ان نوصلوا الى الاشياء اللي غتبين بانها عندها فوائد لا تعد ولا تحصى. كما قلت يا لاله جميله الاصل ديالها هو الهند. هو المنتج رقم واحد في العالم ب 27%. كتجي من بعدها الصين وكتجي من بعدها اندونيسيا ونيجيريا و واحد المجموعه ديال الدول اللي كتنتج السكنجبير هذا كتنتج بواحد الشكل لا يتصور. باش نوصلوا للمكونات ديال السكنجبير فلما كتكون المكونات ديال السكنجبير كتلقى فيها الزيوت الاساسيه. وما بين الاشياء اللي كتعطي واحد نكهه طبيه للمواد الغذائيه وهو التواجد ديال هاد لي زويل اسونسييل فيها. فلي زويل اسونسييل اللي كاينه فيها كتكون توصل حتى ل 3%. عرفتي شنو المعنى ديالها 3%؟ بمعنى ان هذاك المنتج ذاك الاندستريال الناس ديال الصناعه والناس ديال التجاره لما كيسمعوا بان اون بلانت ميديسينال عندها 3% ديال سميتو بمعنى ان كل 100 كيلو عندها 3 كيلو ديال لي زويل اسونسييل. نعم. وهذيك راه كتكون مدره للارباح بواحد الشكل كبير وكبير جدا. فيها كذلك لي بوليفينول وحنا كنعرفوا بان بوليفينول مواد مضاده للاكسده بواحد الشكل لا يتصور. فيها كذلك البروتينات وفيها الجلوسيد وفيها كذلك من لي ليبيد يعني الدهون. رغم راه ما كتبان لك بحال الخضره ولكن هذه المكونات كاينه فيها. لكن العجيب الفيتامينات ممتاز الانواع اللي بغيتي تسمعي ديال الفيتامينات كلهم فيها. مثلا لي بيتا كاروتين بحال اللي كاينين في الخيزو كاين كذلك في سكنجبير. لا فيتامين ا كاين فيها. لا فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 5 وبي 9 كلهم فيها. لا فيتامين سي كاينه فيها ولا فيتامين او كاينه فيها. بمعنى ان الفيتامينات المهمه والعجيبه كلها ولكن كاينه كما كيقولوا في لا فورم فري يعني في ذاك الخضره الطريه. ثم ما بين الاملاح المعدنيه وداك الشيء اللي كاينه فيها كاين الكالسيوم. وما ادراك ما الكالسيوم. فيها كذلك الحديد الفوسفور وفيها لما كنقولوا المواد الاخرى اللي مهم وتنفع الجسم ديال الانسان فيها السيلينيوم. وحنا كنعرفوا السيلينيوم له ما له من الفوائد على انه كيطرد هذوك الجذعات الحره الممكن تكون مسببه للسرطان. ممتاز. كاين كذلك اليود فيه بواحد الشكل. الناس اللي عندهم مثلا تيغويد ولاد وخاصهم شويه ده اليود موجود في سميتو في الزنجبيل. كاين فيه المانيزيوم وكتعرف غير المراه في الايام ديال الحمل ديالها ما كاينش شي طبيب اللي ما كيركومونديش للمراه سميتو المانيزيوم. كاين كذلك يعني تيقولوا السكنجبير مفيد حتى للمراه الحامل يعني على غير النباتات الاخرى اللي ربما كيستثنيو منها الحامل او المرضع هذا لا. اكزاكتوم. كاين فيها المانيزيوم وقلنا كاين فيها المونغانيز. المونغانيز هو من المواد العجيبه جدا. لا وكاين الفوسفور. الفوسفور حنا كنعرفوه الا بغيتي الخلايا تجدد لك خص لابد من الفوسفور يكون عندنا في الدات ديالنا. كاين فيه البوتاسيوم. الناس اللي عندهم مثلا ليبرتونسيون ولا هذا ما بين الحوايج اللي كتكون كتركوموندا هو يعطيو لهم هذا الشيء ديال سميتو ديال السكنجبير. دونك غير هاد المكونات هادو الزنك موجود واحد عرفتي بالنسبه ديال 0.24 ملي جرام قليل في اللي كتلقاه في المواد الاخرى. فهذو ربما الفيتامينات او المعادن اللي كاينه كثيره في السكنجبير هي الفوسفور والزنك ولا شكون اللي كثيره فيهم؟ الفوسفور الفوسفور فيه 26 ملي جرام. نعم. كثير بواحد الشكل. البوتاسيوم فيه 320 ملي جرام. حيت الفوسفور او الزنك هما اللي كياثروا على اللون ديال الماده
لان حنا سكنجبير شتي اللون ديالو كي داير ما غاديش باللون البرتقالي بحال كيف هضرنا على الخرقوم وغيره باش انه نقولوا المواد الاخرى اللي كثيره بحال فيتامين او اولا البي اولا الفاميلا ديال الفيتامين بي هادو كلهم كيعطيو سميتو ديك الخاصيه الغذائيه والخاصيه الطبيه للسكنجبير ديالنا. دونك شفنا تبارك الله كم كبير من الفيتامينات، اشنو مازال نقدروا نقولوا على سكنجبير؟ باقي لنا لي بوليفينول. لي بوليفينول كاين تما اون كونتيتي تري تري امبورطون اللي كاينه مهمه في سميتو في سكنجبير، وكنعرفوا بان كل ما كانت الماده الغذائيه فيها لي بوليفينول انا كنرتاح. كتقول بانه اوموا كاين واحد الواقي من الله يستر الاصابه بالامراض الخطيره تلكو السرطان. ففي المساله ديال الوقايه ممكن انني دائما نحط سكنجبير في الوجبات ديالي، وخاصه عندي لا فورم الخضراء ولا فورم اليابسه، الاشياء اللي غنقدر نستعمل فيها اليابسه نستعمل فيها اليابسه، والاشياء اللي نقدر نستعمل فيها الخضراء غادي نستعمل فيها الخضراء. وان شاء الله جايين الى ما كانتش الحلقه ديال اليوم غتكون حلقات اخرى اللي غنتكلموا فيها على هذه. باش نبشر كنكمل معك حتى ل 11 ونص باش هكا نكونوا سريعين بخاطرنا ما تخافش. دونك هنايا بالنسبه للسكنجبير قلت لي كناخذوا بالطريقه البودغه ولا يعني الغبره، اولا كناخذوا بالطريقه الطريه. احنا في المطبخ ديالنا المغربي كنديروا توابل كثير، ومن التوابل اللي كدار سكنجبير، سكنجبير كنغسلوا به الدجاج، يعني كنديروه كمعقم وانه كينفعنا باش انه كيحيدنا ديك الزفوريه وكل شيء اللي تيكون في الدجاج، كنديروا في الماكله، ما كناش الماكله اللي ما كنعملوش فيها سكنجبير، كنديروا في بعض الحلويات، يعني كاين بزاف. الاستعمال ديال السكنجبير بالطريقه البودغ واش كيبقى محافظ على نفس الفيتامينات اللي فيه وهو خضر اولا كتنقص شوي؟ هو الا طاب حيت ملي كنديروه إقامة راه تيطيب. هو فاش الوقيته اللي كنديروه مثلا في الدغميره، إلا كان في الدغميره جينيرالمون هذيك الدغميره كتغطيه وكتحافظ عليه، ما كتخليش دوك المكونات العناصر الغذائيه اللي كاينه فيه ما كتخليهاش تمشي. لكن لما كنستعملوه ديريكتومون مثلا في طاجين أولا ديريكتومون في شي حاجه اللي العافيه كتكون مباشره معها، فالفيتامينات يعني بلا ما نفكروا فيهم. الفيتامينات الوقيته اللي كيتاخذ على شكل ديالو الطري. كيبقى فيه جميع الفيتامينات والانزيمات والاشياء التي لا تتكسر بفعل الحراره. اما الحوايج اللي سميتو اللي كتكسر بفعل الحراره بمجرد ما كتوصل للعافيه راه ما كتبقاش موجوده، وبالتالي ذاك القيمه الغذائيه اللي كتكون فيها كنحرموا نتحرموا منها. لكن ذاك الزنك والحديد ومثلا والسيلينيوم وكذا والفوسفور وداك الشيء هذوك كيبقاو كاملاح معدنيه ما نخافوش منهم، واخا الطيب راه الفوائد ديالهم ثابته. لكن لما كيدوز للعافيه هذا هو اللي كنقولوا، لما تدوز شي ماده غذائيه عجيبه والمكونات الغذائيه ديالها كاينين وهما في الحاله الطريه ديالها ما فيها باس ندير عصير ديالها سميتو نعصرو وعاد الطياب ديالها نطيب باش كنولي كنستافد ومن من 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 الاشياء الحيه اللي فيها وكذلك من الاشياء التي لا يجب ان تكون فيها. اذا ثم بعد ذلك كنجيو لما كنقولوا بان فيها لي بوليفينول، علاش كنقولوا بان البوليفينول ممكن انها يعني تخلي لي سكنجبير كنحبو اكوز ديال هذا البوليفينول اللي كاين فيها.